يا مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج اخبارنا اللي بنتابع فيه اهم اخبار نادينا الزمالك والاخبار المحليه وكمان الاخبار العالميه. وزي عادتنا كل يوم بنبدا حلقتنا باهم العناوين. الزمالك وسموحه لمواصله الانتصارات. صافرة كينية لنهائي الكونفدرالية. الدوري الإسباني اقترب الحسم. كابتن محمد صلاح في ضيافة أخبارنا. اما موضوع حلقتنا النهارده وكالعاده يهمنا جدا جدا نعرف راي حضراتكم عنه وبننتظر اجاباتكم، هو ما هي افضل طريقه لعب للزمالك امام سموحه وما كمان التشكيل الانسب للمباراه. يا مساء الخير على احلى جمهور في الدنيا. طبعا بكره ان شاء الله الزمالك عنده اختبار صعب جدا جدا في الدوري، تلعب مع سموحه الساعه 7 بالليل باستاد برج العرب في الاسبوع ال21 من عمر الدوري. ماتش طبعا مهم جدا، ماتش صعب قدام منافس برضو قوي. ماتش بكره الزمالك محتاج فيه ان هو طبعا يكسب، ومحتاج الثلاث نقاط، ولكن هو محتاج يكسب لأسباب كتيرة جدا. أولها ضروري جدا، أنت بقالك فترة ماشي كويس، فضروري جدا أنك أنت تحافظ على نغمة الانتصارات، خاصة بعد ما أنت مريت بشوط كبير جدا في الدوري، أديت فيه أداء كويس جدا، قدرت أن أنت تحصد فيه نقاط. كسبت أول الاتحاد السكندري، بعد كده كانت مباراة القمة، ثم أخيرا البنك الأهلي، ثلاث انتصارات قدرت ان انت تحققهم في الدوري. مهم جدا ان انت تكمل سلسلة الانتصارات دي. وعلى فكرة لو جيت بصيت كده او جيت استمعت لكل الزملكاويات، لان ده مش كلام الواحد، ضروري جدا تحافظ على نغمة الانتصارات بتاعتك، ضروري جدا تحسن من موقفك في الدوري. انت بتأدي اداء كويس، حتى مباراة البنك الاهلي الاخيرة مباراة كانت صعبة الى حد كبير، ولكن وايه الجديد؟ احنا من قبل المباراة وانا كنت بقول لحضراتكم ان البنك الاهلي عموما مش من الفرق بلغه الكره كده اللي بيقولوا عليها لقمه سهله، لا، البنك الاهلي فريق اصلا مدعم بشكل كويس جدا، البنك الاهلي فريق بيعرف يؤدي اداء كويس جدا قدام الفرق الكبيره، وانت عملت ماتش الى حد كبير كويس ويعتبر برضو بروفا بالنسبه ليك، وقدرت ان انت تاخد اللي انت عايزه من الماتش، وده اهم حاجه وهو الثلاث نقاط. عشان كده ضروري ان انت في مباراه سموحه بكره تحافظ على انتصاراتك دي، وده مش كلامي لوحدي، على فكره ده كلام كمان مستر جوزيه جوميز المدير الفني مع اللعيبه. اتكلم مع لعيبه الزمالك وقال لهم ان الفوز على سموحه مهم لاعلى درجه ممكن نتخيلها، مش بس علشان الدوري، دوري مهم وانت بتنافس وانت ماشي فيه بشكل كويس جدا، وضروري جدا طبعا تحافظ على ده، لكن مباراه البنك الاهلي وسموحه بكره دول بروفا، وبروفا أخيرة على حلم كبير، وهم بروفا قبل نهائي الكونفدرالية. الزمالك بعد الماتش ده، بعد ماتش سموحة بكرة، هيكون طبعا على موعد مع نهضة بركان يوم الحد اللي جاي في ذهاب نهائي الكونفدرالية. عشان كده احنا وجامز كلنا عايزين نحقق الفوز على سموحة، ان انت ترفع معنوياتك اكتر واكتر، ترفع معنويات اللعيبة قبل ماتش افريقيا المصيري، وانت داخل ماتش نهضة بركان وانت منتصر، غير وانت متعادل، غير وانت خسران، فكل حاجة ليها حساباتها. انا داخل الماتش بعد سلسلة انتصارات، انا عرفت طريق الفوز فين، فانا عارف الطريق اللي انا همشيه، فانا عارف انا هعمل ايه كويس جدا، فانا عارف مذاكرة شكلها عاملة ازاي، عارف انا مذاكر الفريق اللي قدامي ازاي، كل ده هيفرق معايا بشكل كبير جدا. عشان كده احنا بنعتبرها بروفا، وبروفا مهمة جدا. حد يقولي طب هو ليه جوميز ممكن يفكر في الوقت الحالي للكونفدرالية، ما احنا عندنا برضو ماتش مهم جدا قدام سموحة. منطقي ان جوميز يكون تفكيره مشغول بنهائي الكونفدرالية. انت لو جيت فكرت، انا نفسي لما بقعد كده مع نفسي وافكر، ده خلاص ده فاضل 180 دقيقة بس وتاخد اللقب،
تاخد لقب افريقيا بشكل رسمي، الزمالك متوج بالبطوله ان شاء الله، وده ان شاء الله السيناريو اللي عقلنا كلنا مش راسم اي حاجه تانية غيره. يعني لو رحت لاي زملكاوي كده سالته عن السيناريو اللي هو رسمه في مخه وفي باله وقبل ما ينام، لا هتلاقيه راسم انه ذهاب وعوده، الزمالك كسبان، الحد اللي جاي الحد اللي بعدين منتظرين ان هو في الاستاد بنرفع الكاس وبنحتفل. عشان كده مستر جوميز ضروري برضو ان هو في الفتره دي يفكر طبعا في مباراه نهضه بركان، لان بقول لكم خلاص يعني زي ما بنقول كده ايه، فاضل على الحلو تكه. جوميز كان حريص طبعا ان هو ما يجازفش باي لاعب في ماتش سموحه، وانت بتفتقد اكتر من لاعب في المباراه دي، ولكن لاسباب مختلفه، يعني ابرزهم صبحي وشيكابالا ومصطفى شلبي والزناري والونش وعبد الشافي، كل دول عارفين ان هم بسبب الاصابه ربنا يا رب يشفيهم ويرجعوا لنا، كلهم قوه ضاربه ولا غبار على اي لاعب فيهم. كمان بيغيب عنك محمود علاء، مهاب ياسر ومحمد عاطف، دي لوجهه نظر فنيه، واوباما ورؤى، ده برضو لعدم الجاهزيه الفنيه. بعد الشفاء من الإصابة طبعا عندك كمان حمزة المسلوسي واخد راحة بسبب الإرهاق وبيجهزوه طبعا للكونفدرالية. المسلوسي واحد من اللعيبة اللي تألقوا بشكل كبير جدا 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 في الأونة الأخيرة أو في المباريات الأخيرة. بصراحة لو اتكلمت على لعيبة الزمالك دلوقتي، لا كل لاعب فيهم مستوى قبل كده مختلف عن دلوقتي، كل واحد فيهم دلوقتي بجد رجاله جوه الملعب بشكل مش طبيعي، بجد ما شاء الله عليهم، ولا واحد فيهم ما بيأديش اداء عظيم، ولا واحد فيهم مثلا تقدر تقيمه بتقييم اقل، ولا واحد فيهم دلوقتي ما بيعملش اللي عليه، ولا واحد فيهم دلوقتي ما بيشتغلش على نفسه، لا الزمالك شكله في الملعب مختلف بالتطور الفني الحاصل للعيبه. طب لو جينا نسترجع كده مع بعض او نشوف مع بعض قائمه الزمالك لمباراه سموحه، خلينا نقولها مع بعض عشان منها نكتشف التشكيل اللي ممكن ياخد بيه جوميز المباراه. حراسه المرمى عواد ومعاذ، علاء الدين، عبد الرحمن نفاد، خط الدفاع عمر جابر، حسام عبد المجيد، ياسر حمد، احمد رفاعي، فتوح، خط الوسط دونجا، شحاته، احمد حمدي، زياد كمال، نيمار، سيف فاروق جعفر، عبد الله السعيد، متيابة، ناصر ماهر، ابراهيم انداي، زيزو. خط الهجوم الجزيري ناصر منسي، سامسون اكينيولا. طبعا جوميز هو ليه كل الافضليه وليه كل الاختيار طبعا، مين اللاعب هو ادرى واحد، مين اللعيبه اللي هو يختارهم، وايه التشكيله اللي هيلاعب بيها سموحه حسب شغله هو والجهاز المعاون على الفريق الخصم او المنافس. ولكن لما تيجي تبص الحمد لله دلوقتي لقائمه الزمالك بعد الصفقات الشتويه، لا احنا يعني الحمد لله قائمتنا مليئه بالنجوم. يعني انت الاول كنت ممكن تحس مثلا بغياب لاعب، ليه؟ لانه ما فيش بديل. لكن دلوقتي انت ما بتحسش بغياب اللاعب لان في بديل على نفس المستوى. كمان لما لاعب عندك يتصاب انت ما بتبقاش بقى مستعجل وتضغط عليه وتبقى عايزه يرجع بسرعه عشان ما فيش حد يسد الخانه دي او يبقى موجود في المركز ده. دلوقتي لا، الحمد لله عندك لاعب واثنين وثلاثه والحمد لله كلهم على نفس المستوى. وعلى فكره ده بيدي فرصه للجهاز الفني انه يريح اللعيبه ويدي الفرصه كمان لاسماء ثانيه ان هم يأدوا بشكل احسن، او ان هم كمان يكونوا موجودين مع الزمالك. ان شاء الله الزمالك يقدم ماتش قوي بكره ويحقق الفوز الرابع على التوالي في الدوري، وتكون احسن بروفا لنهائي الكونفدراليه. ان شاء الله الزمالك قادر على حصدها. في لاعب عايزه اتكلم عليه وهو البنيني سامسون اكينيولا. سامسون بيقدم مستويات حلوه جدا، مميزه جدا مع الزمالك في الفتره الاخيره، والحقيقه ده مش كلامي، ده كلام المدرب العام للمنتخب بنين، واللي قال في تصريحات اعلاميه ان هو متابع سامسون مع الزمالك خلال الفتره الاخيره، وان باب المنتخب البنيني مفتوح للاعب للانضمام خاصه بعد تالقه مع الزمالك. واكد مدرب بنين ان سامسون بيقدم مستويات كويسه جدا مع الزمالك، واشاد بادائه بشكل كبير جدا خاصه في المباراه الاخيره بالكونفدراليه اللي كانت قدام دريمز الغاني، وان هو سجل هدف رائع. ف
فالزمالك الحقيقه دايما بوابه للعيبه المحترفه ان هم ينضموا لمنتخباتهم، واتمنى ان كل لعيبه الزمالك تستمر في التالق الفتره الجايه، واتمنى كمان ان انا اشوفهم ويتواجدوا مع المنتخبات الوطنيه المختلفه. طيب قبل ما نختم كلامنا النهارده في الحلقه، عايزه اوجه رساله خاصه لفريق كره الطايره سيدات بنادي الزمالك. النهارده ان شاء الله هيلعبوا نهائي بطوله افريقيا قدام الاهلي الساعه 9 في صاله الاهلي في الجزيره. كلنا ثقه ان شاء الله فريقنا يقدروا يفرحونا النهارده. فوز الزمالك باللقب ان شاء الله يا رب النهارده هيأهلنا للمونديال الانديه للمره الاولى. فريق سيدات الزمالك قدم بطوله قويه، عمل نتائج مميزه لحد ما وصل للنهائي النهارده. الزمالك محقق العلامه الكامله في الدور الاول، يعني فاز على الكحول الاثيوبي و 3-0 واسك ميميوزا الايفواري 3-0 ويجايا الجزائري 3-1، وكسب كمان في دور ال 16 الزمالك كسب سوكسام السنغالي بنتيجه 3-0 وتاهل لي ربع النهائي. بعد كده فاز على مايو كاني الكاميروني 3-0 وبعد كده اتاهل لنصف النهائي، وفي نصف النهائي الزمالك فاز على البنك التجاري الكيني 3-1 عشان يتاهل للنهائي ويلعب النهارده امام الاهلي. طبعا مسيره طويله قدرنا ان احنا نتخطى عقبات كتير، ان شاء الله المكسب النهارده يكون من نصيب سيدات الزمالك، ونكون النهارده يا رب ابطال افريقيا للكره الطائره. كل التوفيق ليكم، ان شاء الله تكسبوا النهارده، ان شاء الله تفرحونا وترفعوا كاس البطوله يا رب، ان شاء الله تستحقوا بعد المشوار الطويل اللي انتوا سلكتوه او اللي انتوا قطعتوه. طيب تعالوا دلوقتي نطلع مع بعض نرجع ونبدا اخبارنا. بداية أخبارنا كالعادة من عند فريقنا اللي اختتم تدريباته النهاردة السبت استعدادا لمباراة سموحة بكرة الحد ضمن الأسبوع 21 لمسابقة الدوري الممتاز، بعد ما قاد الفريق مرانه الأخير بملعب النادي قبل السفر لإسكندرية للدخول في معسكر مغلق والمبيت هناك لمواجهة الفريق السكندري غدا باستاد برج العرب. وحرص البرتغالي جوزي جوميز المدير الفني للزمالك على تحذير لاعبيه من فريق سموحه، وشدد ان الفريق السكندري يجيد الهجمات المرتده بشكل مميز وطالبهم بالتركيز الشديد عند الارتداد الدفاعي لعدم استقبال اي اهداف في شباكهم خلال المباراه واستغلال كافه الفرص للتسجيل. عقد البرتغالي جوزي جوميز جلسة خاصة مع الفلسطينية ياسر حمد مدافع الزمالك قبل مواجهة سموحة بكرة، وده بعد دخوله لقائمة المباراة وإمكانية مشاركته في التشكيل الأساسي بعد منح التونسي حمزة المسلوسي راحة من اللقاء ليصبح حمد مرشح وبقوة لقيادة الدفاع بجوار حسام عبد المجيد. وحرص جوميز على الحديث مع اللاعب والتأكيد على ثقته فيه وفي إمكانياته وطلبه ببذل قصارى جهدي علشان يشارك ويتمسك بفرصة التواجد في التشكيل فور حصوله عليها. بيدرس البرتغالي جوميز إعادة التونسي سيف الدين الجزيري للتشكيل الأساسي للزمالك في مباراة سموحة بعد استعادة خدماته وانتهاء إيقاف اللاعب اللي أدى غيابه عن مباراة البنك الأهلي الأخيرة بسبب تراكم الإنذارات، لكنه أصبح جاهز للمشاركة أمام سموحة وبيدرس الجهاز الفني إعادته للتشكيل الأساسي بعد تألقه في المباريات الأخيرة. حدد مسؤول نادي الزمالك الخميس المقبل موعدا مبدئيا للسفر للمغرب عبر طائرة خاصة لخوض نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان المغربي المقرر لها يوم الحد المقبل بالمغرب بعد لقاء الذهاب قبل خوض مباراة العودة يوم 19 مايو الجاري باستاد القاهرة. اختار الكاف الحكم الكيني بيتر كاموكو لإدارة ذهاب نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان، ويتواجد التونسي هيثم قيرات كحكم فيديو ويعاونه الجنوب افريقي توم ابونجيل والزامبيا ديانا، كما اختار كاف الجيبوتي محمد ياسين يونس مراقبا عمن على المباراة.
أخسر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤول نادي الزمالك بتحديد الساعة 10 مساء يوم الأحد المقبل الموافق 12 مايو الجاري لإقامة مباراة الزمالك ونهضة بركان في المغرب في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية. وبعدها نطلع فاصل قصير وبعدها نرجع ونستقبل ضيفنا كابتن محمد صلاح نجم ولاعب نادي الزمالك السابق. ورجعنا لكم مرة ثانية، بينورني النهارده كابتن محمد صلاح نجم ولاعب نادي الزمالك السابق. مكالمات كتير وبتصل عليك كتير في البرنامج واكلمك قبل كل ماتش عشان بتفائل بيك، يعني اخيرا اتقابلنا وجها لوجه. ربنا يخليك يا مان، منور الدنيا. دي انت منوره والله، ربنا يحفظك. سعيده بجد والله فعلا انت معايا النهارده ومبسوطه جدا انت موجود، ويعني مبسوطه كمان ان انا هستمع لارائك بقى وجها لوجه، يعني كفايه كفايه مداخلات هاتفيه. انا تحت امرك. شايف ازاي مباراه سموحه؟ شوف، هو الصعوبه في ايه؟ مش عايزين نقول مش صعبه فنيه، صعوبه ان انت بتكسبي فابتدت الناس تبص لك اللي هم المنافسين، يعني ليه بتكسب وازاي بتكسب، وبيحطوا التكتيك او الخطط على المنهج ده. لكن المفروض بس ما فيش، مش مفروض في الكوره، ان الفنيات بتاعتك اعلى، فانت لازم تستغلها في خلال ال 90 دقيقه في الملعب وترجمها لاهداف عشان تكسب. ما تقعدش حاططنا تحت ضغط 1-0، احتمال حد ضرب الجزاء، لمسة يد، حاجة غير مقصودة تتحسب وتتحول النتيجة من فوز لتعادل أو خسارة. ولذلك لازم جوميز يفهم اللعيبة، وطبعا في ناس فاهمة عندها خبرات فاهمة، ان انت كل ما اتيحت لك الفرصة في تسجيل هدف حاول تسجل. ما دي كانت مشكلة بقى عندنا، حاسة ان هي كانت مشكلة بقى لها فترة، انك انت ماشي، انا بروح على المرمى كتير. يعني مثلا زي مباراه اللي كانت هنا بتاعه دريمز الغاني، رحت على المرمى كتير بس برضو مش عارف تترجم. الاهلي في ماتش الاهلي ده، عارف الماتش ده ما يخلص 2-1 ابدا، استحاله. ولكن هي عدم استغلال بعض الانانيه من بعض اللعيبه ان انا عايز اجيب جون، وده وارد في بعض الاحيان لكن مش كل مره، صح؟ لان هتضيع ضيع ضيع ممكن يجي فيك. ولكن خبرات الفرقه اللي موجوده حاليا دلوقتي تسمح ليكي ان انت تستغلي بقدر الامكان الفرص، وخاصه فرق انت بتلعبها تصنيف ثاني. انا بس مش عايز حد ياخد من تصنيف ثاني يعني ده وحش، لا، هو قال الزمالك اول وبعدين تصنيف ثاني. لما تيجي تلعب سموحه، سموحه عندها لعيبه كتير بتجري وعندهم سرعه نسبيه في الناحيه الهجوميه، فانا لازم اعمل خطتي ان انا اقفل الحته دي وادايق المساحات ويبقى عندي فرصه ان انا هاجم، لان انا عندي دلوقتي الناحيه الهجوميه اقوى بكتير من الناحيه الدفاعيه، وخاصه عندنا بكره غياب المسلوسي. بس في ياسر حمد. شوفي اللي انا كنت اتمناه بقى، ان الراجل ما كانش يطلع يقول انا مش عايزه، يمشي في مش عارف في الشتويه ولا يجي في الصيفيه. انا قرينا الكلام ده، لكن طول ما انت محتاج. بس عارف يا كابتن، ما فيش خلي بالك، الناس جوميز اصلا ما عندوش سوشيال ميديا، الناس عندها بعض الاجتهادات. انا عايز اقول كابتن مثلا كل فتره والتانيه اطلع اقول يا جماعه بلاش اجتهادات شخصيه. طبعا ما قالش كده، دليل ان هو معانا خبر دلوقتي كان بيتكلم مع ياسر حمد ان هو واثق فيه جدا وواثق في امكانياته، وبيقول له بالعكس، يعني انا واثق فيك وعايزك تلعب كويس وعايزك تأدي عرض كويس جدا وعايزك كمان تثبت نفسك وعايزك تستغل الفرصه دي. يعني الكره دلوقتي في ملعب ياسر، ياسر حمد هو اللي لازم يثبت نفسه بقى. جوميز، بس هو القصه ايه؟ يبقى انا زي ما قلت لحضرتك حصل، ممكن ما يكونش من جنب جوميز، حد قال لي ياسر، فهو الولد يعني غصب عنه. فالحته اللي حضرتك قلت عليها دلوقتي دي هي حاله نفسيه جيده جدا تقرب العلاقه اللي بين الاثنين، عشان لما يجي يلعب كويس. انا قلت لك صح، وبعدين انت بتلعب كويس، انت خدت الاطمئنان ان تلعب كويس، وهو لعيب كويس، بس احنا من ساعه ما كان في المصري ما شفناهوش، واتاخر لعبه الفتره اللي فاتت دي، ولكن الظروف جات له ومفروض انه يمسك فيها ان شاء الله. دي حقيقه، وخاصه ان هو فعلا عنده فرصه ان المسلوسي مش موجود والزناري مش موجود، هو برده لعيب دولي ولعيب عنده خبرات وموجود في منتخب فلسطين على طول، فهو فعلا اكتر. على فكره احنا كمان عايزين نشوف، يعني كمان فترة عندنا رغبه كبيره جدا ان احنا، يعني احنا شفنا كل اللعيبه، حتى متيابة كمان شفناه، بس ياسر هو اللي ينقصنا. يعني لعب مش فاكر بالظبط في مباراه ايه، لعب حوالي 10 دقائق كده في نهايه مباراه، كان مادي اداء كويس، بس انت ما تقدرش تحكم عليه برضه. هو اختبار بكره كويس بالنسبه له،
يقول ان هو جدير ان يكون في الزمالك وان يقعد مع زمايله ويؤدي اداء كويس، لان ما عندوش ما ايه اللي هيبكي عليه في انه ما يديش كويس. واحد بيتمرن كويس واللياقه بتاعته هي اللياقه الفنيه بتاعت المباراه اللي ممكن مع الاجواء يبقى بتزيد نسبه الارتفاع بتاعها مع كل شوط لغايه نهايه المباراه. فاتمنى انه يكمل المباراه يبقى كويس يا رب ان شاء الله. لان كمان لما انت تزود كمان خط دفاعك يبقى معاك لاعب كمان مع الزناري ومع المسلوسي وفتوح وعمر جابر، بقى خط الدفاع عندك كله عموما لما يبقى مكتمل، وحسام عبد المجيد وياسر حمد، مهم جدا يبقى عندك بدايل طبعا في خط طبعا. الدفاع الصراحه بنيه تكتمل. مباراه بكره مهم الفوز فيها برضو من اجل بروفا، عندك بروفا تانية صعبه جدا وعندك ماتش صعب جدا امام نهضه بركان، مش صعب لاجل الخصم، صعب لاجل الحلم اللي عندك، فانت على عاتقك حلم كبير جدا. طب شوفي انا اقول لك بس على حاجه، بس هو سموحه كل المباريات بتاعت الزمالك ممكن تبقى احسن بس الغلبه للزمالك. يمكن الكلام ده من 2014. لكن بكره ما تجيش حتى تصدري لي كلاعب، يعني ان انت بتهز التشكيل بتاع الفرقه عشان انت مش همك الدوري، رغم ان هو بقى في ايدك شويه، طول ما انت بتكسب فهو في ايدك صح، وتقول انا عشان العب النهائي. خلينا نستقبل تليفون معاك كابتن صلاح دلوقتي، من كابتن صلاح سليمان نجم ولاعب نادي الزمالك السابق. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا معلم، تحياتي ليكي وتحياتي للكابتن محمد، وحشنا كابتن. ازيك يا بصلاح؟ وحشنا يا بصلاح، ربنا يخليك حبيبي. والله يا كابتن مصر ربنا يسعدك. كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيبه وكل سنه والمصريين والاقباط بخير يا رب. ربنا يخليك. في البدايه طبعا عايز اسالك عن مباراه سموحه، اولا شايف المباراه دي ازاي، وشايف ازاي جوميز يستغلها كبروفا طبعا لنهائي امام نهضه بركان؟ طبعا من الناحيه الفنيه الماتش صعب، عندك غيابات كتير واصابات كتير وضغط المباريات اخذت منك حاجات من الناحيه النفسيه والبدنيه كتير في الفتره الاخيره. في الاسبوعين اخر اسبوع انت لعبت حوالي 4 ماتشات، فانت الماتش بالنسبه لك طبعا هياكد ان انت تواصل ويبقى عندك طبعا الامل ان انت تحقق وتنافس على بطوله الدوري، اداك امل كبير قوي. الماتشات اللي فاتت ببدايه الديربي، ماتش الديربي بدا الدنيا تتحرك. طب حضراتكم برضو يعني قريبين من شيكابالا، وحضرتك قلت انت يعني اتعاملت مع شيكابالا كتير وضربت واوا، ايه سبب الهجوم الكبير ان في كل فتره ما بين كل فتره والتانيه لازم اسم شيكابالا يتذكر، كانه الناس عايزه تخرجه من تركيزه، عايزه تشتته، عايزه تعطله، يعني اكيد هي حاجه ممنهجه او حاجه مقصوده. انا مش عارف ايه السبب بصراحه. عندك سبب يا صلاح؟ والله كابتن هو انا ممكن حضرتك عبرت وبتتكلم، لو احنا هنتهاجم من الناحيه الفنيه هو له رصيد كبير قوي وعنده الامكانيات وحاجات كتير ان هي تشفع له. من ناحيه ثانيه ممكن يا كابتن مصر انت بتشوف منظور ان شيكا، اسم شيكا اسم كبير ومرتبط بنادي الزمالك زي ما حضرتك بتقول، فالزمالك في الفتره دي هو ماشي بخطى نحو طريق كويس والهدوء والراحه والكلام ده كله. فانا كنت في احد البرامج برضو، ممكن كنت مثلا يا كابتن مصر انت عندك ماتش مهم مثلا بتاع دريم، انت راح تتكلم فن، تلاقي الاسئله راحه في الصيد، انت الكيد موقوف، طب انا اعمل ايه بالكيد دلوقتي؟ انا اعمل ايه بالكيد اصلا يا كابتني؟ فاهم؟ صح لما تكلمني فن يقول لي الزمالك ناقصه ايه هنا في مصر، هنا في ماتش دريمز ايه اللي اثر فيه؟ وبعد كده نشوف موضوع الكيد ده بقى لما شهرين ثلاثه يخلص بقى، ما ربنا يكرمنا بالبطوله. فهو ممكن الموضوع يا كابتن راح في ناحيه هو حاجه ممنهجه، يبقى المقصود الزمالك بقى يا كابتن سليمان، تشتيت مش شيكا لوحده، هو شيكا لوحده، هو شيكا وزيزو، وزيزو بيهرب، ومره فتوح مش عارف ايه، ومره محمد صبح ايه، ومره ده ايه، هي كل منظور هو هي كده الزمالك مكتوب عليه التفاصيل، بيتصيدوا للزمالك يا كابتن. يعني طبعا المقصود هي التفاصيل باينه، بس انا ممكن انا احكي واسرد الخبر بطريقه بناءه وعشان اخدم المصلحه في الاخر. يعني انت الزمالك انت كده كده اسم كبير، يعني طبعا عمود كبير قوي في الكره الافريقيه، فانت بعيد عن كل التصرفات انك بتهاجم، سيب شخص شيكا وسيب زيزو وسيب الناس دي كلها، لا انتقد بحاجه بناءه تفيد مصر،
ما هو في الاول وفي الاخر شيكا ده لو هو جامد وبيأدي كويس وزيزو والشناوي واكشن وامام ومش عارف التفاصيل دي كلها هتخدم المنتخب في الاخر، فانتقد بطريقه كويسه، ما تروحش في السايد اللي هو البوم بتاع ال ما ممكن يا كابتن برضو عشان مش لاقيين حاجه، يعني مش لاقيين حاجه ينتقدوا فيها. ما شيكابالا حتى الان راجل بيسجل اهداف، الراجل ورقه رابحه مع اي مدير فني بيجي داخل الزمالك، ما دي حاجه برضو ممكن تضايق البعض يعني. بس مش كل يوم، مش كل يوم طبعا مش كل يوم، طبعا مش كل يوم نص ساعه، مش كل يوم بجد يعني. هو الموضوع شويه كان صعب، وهو مش شيكا الواحد ممكن بالنسبه له هو، انا كصلاح ما تعاملتش الكابتن محمد عارف تفاصيله وشخصيتي، ان انا ماليش في اعلام ولا ليا في الوصوليه ولا محسوب على حد. انا من معروف ان صلاح بيحب نادي الزمالك وبيحب جمهوره، مجلس اداره اللي موجود، اللي قابله اللي قابله اللي قابله، صلاح كده كده هو عايز الطريق الصريح لنادي الزمالك بالخير. فانت لما هتنتقد شيكا هتنتقد النادي هتنتقد ده، انا خدت خير من الزمالك كتير، فمش هقدر اضيف حاجه جديده. يعني انا هبقى قاعد جنبك بتخسرني جمهوري، ومش هقدر اضيف حاجه كويسه الناس تقدر تستوعب ان الكلام ده يكون بناء ويفيد يفيد المشاهد او يفيد اللعيب يعني. فبصراحه هو الامور شويه صعبه على النادي، بس الحمد لله في استقرار، ومجلس اداره شويه واخد اللعيبه بعيد عن الحاجات دي، واللعيبه مركزه وتركيزهم اهم حاجه يعني، اهم حاجه ده كله بالزبط. ما يتشتتش، انا هدفي افريقيا الكونفدراليه، ده اساس، وتفرح بقى جمهورك ومجلس ادارتك وكل الزملكاويه يا رب ان شاء الله. ما تزعلش نفسك يا كابتن، واحنا بنشكرك جدا على وجودك معانا، وان شاء الله نحتفل كلنا باذنك يا رب بالكونفدراليه يا رب. ان شاء الله شيكابالا يشيل الكاس ويرقص بيه ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا يا كابتن، نورتني. شكرا. موضوع الهجوم ده بيبقى اوقات، انا ما عنديش مشكله عمري مع النقد البناء، عادي نقدني نقد بناء. اولا ده زملكاوي موت صراحه، لا يعني انا دربته وشرف ليا الكلام ده. المشكله في حاجه، هو النقطه ما تيجي تكلميني النهارده مثلا في تهنئه ماتش وتسيبيه تروح يراجع الحاجات الثانيه، القيد ومش القيد والحاجات دي، يبقى انا قاصد الزمالك، قاصد يعني انا قاصد انت عايز تعمل متضايق ان الزمالك ماشي بشكل كويس جدا، ودي حاجه مضايقاني، وعايز باي شكل من الاشكال اوجه الناس لناحيه مشاكل معينه. طب انت بتتكلم على القيد وانا ما فكتش القيد قبل كده، وانا مش جايب 10 صفقات قبل كده، انت بتكلمني على القيد دلوقتي، طب ما انا احلها. وفيهم كام واحد كويس نجحوا لغايه دلوقتي؟ حوالي 6 7 ما شاء الله مثلا يعني. كتير جدا. لا ده منهم كمان احنا ما اقدرش احكم على ناس ما نجحتش، الناس دي لسه ما لعبتش، منهم هنشوفهم ياسر حمد مثلا ان شاء الله بكره يكسر الدنيا. هم مش عايزين يعني، مش عايز اقول مش عايزين استقرار. احنا في حاله استقرار، خلاص سيبونا لغايه ما نشوف في الاخر. الاستقرار ده بيزعل في بعض يا كابتن، استقرار الزمالك على اللي قبل كده بيزعل، احنا ما كناش في استقرار. زي مثلا كل الاخطاء اللي عندك اللي المفروض تبقى جوه اوضه اللبس بتطلع بره، ودي حصلت في فترات كبيره جدا. ما احنا اللي طلعناها، المفروض احنا ما نطلعهاش كزملكاويه. لا بس بتكلم يا كابتن برضو ان تلاقي مثلا ايه حمله كده ممنهجه على شيكابالا، انا عايزه اتشهر وعايزه الناس تعرفني، فانا هقوم ايه عامل ايه؟ جايب سيره شيكابالا، عايز الناس تشوفني، عايز الناس تتابعني، فبص مثلا مها صبري تنتقد شيكابالا، فالناس تدخل تشوف مها تنتقد شيكابالا تعمل ايه؟ فالناس بقت اللي هو عايزه تتشهر، او البعض عايز يتعرف يتشهر على حساب شيكابالا، والبعض كمان بقى متضايق من شيكابالا، فكره ان شيكابالا بيدي لحد النهارده، شيكابالا ورقه رابحه. لا انا اقول لك بقى اللي غايز الناس من شيكابالا ايه؟ او بعض الناس عشان ابقى كيف، ان هو ملوش في الرد. لا ولا مش في السوشيال ميديا. لا 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 شيكابالا كبير وتقيل. لا ملوش بامانه. تقيل يعني شيكابالا راسي. حتى تقول له تعالى خد لك شهر بقى اعمل حاضر وعينيا ومكسوف ومش مكسوف هيقول ايه، مش واخد على كده. فدي يمكن مضايقه بعض الناس ان هو ما بيردش عليا. فاكر كابتن حسين لبيب لما قال في مره ان بعض الكلام لو ما طرش في الهواء فاحنا بندوس عليه، في كلام ما ينفعش يترد عليه. مش مجالنا. وهو مش على فكره، هو مش في دماغه، هو مكرس حياته للكوره في الزمالك بامانه والله. دي حقيقه. خلينا نطلع فاصل قصير وبعدها نرجع ونكمل كلامنا مع كابتن محمد صلاح نجم ولاعب نادي الزمالك السنه. ورجعنا لكم مره ثانيه، لسه مكملين كلامنا مع كابتن محمد صلاح نجم ولاعب نادي الزمالك السابق. عايز اخد رايك بقى في جوميز.
انت لحد النهارده تقدر تحكم عليه ولا لا لسه برضه؟ لا احكم طبعا. ماشي كويس. يعني ايه ماشي كويس؟ خلي بالك مش مش بالنتائج، ما تكلمش على النتائج، التطوير اللي عمله بعض اللعيبه يحسب له. الصبر اللي عنده، وده جاي من الاداره. يعني الناس اللي في ظهري مداني الثقه ان انت براحتك، بس انا عايز البطوله دي. فهو بيعمل ده كله عشان البطوله دي، ولكن في السكه لازم اكسب. انا عنده لعيبه وزي ما قلنا حضرتك بيغير هنا وبيغير هنا، وعنده كم من الاصابات كتير. طب الغيابات دي هتاثر عليه في مباراه سموحه؟ لا. شوفي البطل ما يتاثرش، الزمالك اهلي ما يتاثرش ليه؟ لانه عنده السكواد بتاعه عنده 30 لعيب وعنده ناشئين. فما جيش واحد ياثر عليا. لا ممكن يعني يسيب لي ثغره انا ممكن اسدها. يعني رفاعي النهارده ما طالع اهو يلعب، رفاعي او قاعد رفاعي. يعني احتياطي ليه؟ تكمله النقص المسلوسي ممكن يلعب. لا ممكن يلعب، الظروف مش انت مش عارف الظروف ايه في الماتش. فلما هيلعب كويس ان هو اختاره من اصل مجموعه كويسه، صح، وكان احسنهم. فانا ضد، يعني انا رافض ضد ايه؟ ده مصاب، ده موقوف، ده ما جاش من السفر. لا انا لازم اعد العده بتاعتي كلها، صح، على الحاجات اللي لازم ابقى جاهز طبعا بنسبه 80%. فهو كده، وعشان كده الجهاز بيبقى 10 12 فرد 8، كل واحد ليه تخصص. هو عنده ميزه حلوه قوي، كان تعاملت انا مع باتشيكو نفس الشيء، بيجيب تقارير على المباراه اللي هيلعبها طبعا عشان يذاكرها ويعرف يحط او ايده على نقاط الضعف والقوه بالنسبه للفرق. دي حاجه كويسه جدا، وخاصه ان الدوري المصري مالوش شكل عندنا. يعني ما تعرفيش مثلا الفرقه دي 3 4 ماتشات كويسه، لا النهارده كويس بكره وحش، في تغيير، في حد حصل له حاجه. فمتغيرات الدوري المصري كتير جدا عندنا. هو بيسبق وبيعمل اللي عليه عشان ربنا يديله او ينجح، وده اللي ماشي صح. لكن هو يجي النهارده يجي يقول لي مثلا مسلوسي، طب ما هو اللي رايح المسلوسي ليه؟ خايف عليه لا يتعور اكتر واحد. وانا اتمنى ان يجيب بديل لدونجا يريحه، لان بقاله فتره ووصل التوب فورم خلاص. يجرب ممكن الناس التانيه، بس في اوقات هو عارفها، لان ساعات التغييرات بتاعته ما بتبقاش في الوقت المناسب. اوقات مش كتير، اللي هي ايه؟ بيحصل هبوط للفرقه. فالناس بتخاف ان انت ممكن كنت زي مثلا البنك ده، رغم ان هو بيلعب ناقص واحد، هو جه فترات افضل منك لان نص الملعب اتاخد. فلما تم تعديله الامور بقت كويسه. الامور بقت كويسه. رايك في موتيابا؟ بما اننا جبنا سيره التغييرات والتغييرات الجريئه لما دفع بموتيابا في مباراه الاهلي. شوف الولد ده انا شفته اول مباراه في اهلي وزمالك ناشئين او شباب، يعني في الزمالك. ايوه حصل، كان بيلعب هناك. هو الولد مهاري وعنده، عشان صغير عنده الرغبه، انا عايز يعمل حاجه. لكن الشخصيه بتاعته لما جه بالظبط كده، لما اتحدف في ماتش الاهلي والزمالك، هو ما لعبش كوره، هو نفذ اللي جوزيه جوميز عايزه، قال له عليه. يعني مثلا معلومه ما يهاجمش، مش عارف ايه، اضغط عليه بالسرعه. بس عرف، يعني عملها، عرف يوقف. عملها حلول. ويمكن في لقطه اللي هو اللي جوميز يا زي تقول ايه، ما تخافش اعمل لو أيوة، انت مش عارف. كان جوميز متعصب عليه قوي. فهو الولد صغنن، يعني صغير في السن، وعنده امكانيات كويسه. في المستقبل هيبقى كويس وهتشوفه. لما جوميز يشتغل معاه يعني هو فرصته هتبقى قليله. ليه؟ ليه؟ ان عنده مثلا هنا زيزو، عنده مش عارف هنا مين في نص الملعب. وهو الولد لما لعب على معلول كانت جديده بالنسبه له. فهي القصه دلوقتي احنا خلينا ان الراجل جوميز ابتدى يعرف امكانيات لعيبته. ابتدى، انا حاسه ان هو لا يعني عرف خلاص. ما تجيش مثلا تقول يا عبد الله وناصر، ما عرف من زمان. طبعا. ايه رايك في ناصر؟ لا ده هيبقى ان شاء الله، ان شاء الله بدون اصابات احسن صفقه جت. الناس مسمياه الماهر ناصر. ما انا بقول لحضرتك ليه؟ لان هو قبل ما كان، يعني ما كان في الاهلي وكان في فيوتشر كان كده. بس هو ما كانش بيطلع الحاجه اللي عنده، لان انا كنت متابعه في فيوتشر، كان في الاصابه كتير، استبعاد كتير من الفرقه، مع الله اعلم ليه. لكن هو لما جه النادي، ما دي بقى الميزه بتاعت الخبرات. انت جاي فين وجاي ليه؟ دي تفرق كتير قوي مع اللعيب. انت جاي ليه وجاي فين؟ تفرق مع كتير طبعا. طبعا تفرق كمان مع المدير الفني. لا ما هو فنيا مثلا تبقى فارقه معاه. فنيا طبعا، بس هو لما اللعيبه دي جت كان جوميز لسه جه،
لكن النادي اختار لعيبه كوره، ولذلك اللعيبه الكوره كتير في الملعب دلوقتي بقت تقيله يعني بنباص وبنطلع وبنروح وبتاع ومش مستعجلين. لا لا، والزمالك ما بقاش يفقد الكوره كتير، كتير لان عندك ناس امكانياتها المهاريه كويسه قوي، فدي هتاثر بالايجاب بعد كده لما نقول ايه نوحد القطرين بالنسبه للكونفدراليه والدوري ويثبت على تشكيل. اعتقد مع اللياقه البدنيه الحاجات هتزيد كتير. ازاي يثبت على تشكيل يا كابتن مع ضغط المباريات دي؟ لا مش هيقدر. مش هيقدر. ده انت لسه لاعب ماتش اول امبارح وعندك ماتش بكره. في ماتش تاني ولا خلاص ادي اخر ماتش؟ عندك كونفدراليه بقى. عندك اتنين اسبوعين. شوفي هو بيعمل حاجه كويسه دلوقتي. بس انا عن نفسي كان نفسي ثبت تشكيله تلعب نهضه بركان. التشكيله اللي هتلعب نهضه بركان اعتقد مش هيبقى فيها تغييرات برضو. هتشيل عبد الله، هتشيل ناصر. هتشيل ناصر. ماشي خلاص، هو يبقى حاطط بس ايده مين مكان ده مين مكان ده عشان ما يعملش هزه الفرقه. طب ما هو لعب ماتشات الفريق الغاني مثلا ذهابا وايابا وكان تمام يعني، وعرف يتعامل. وفي ماتش كمان يعني احنا بنتكلم على فكره الفينشنج، ظبطوا في المباراه دريمز في الافريقيه. في مباراه دريمز على فكره 6-3. على فكره احلى تشكيل مثالي يوم دريمز. حتى لما تجي تقولي سامسون لعب في عدد كويس، او هو خلانا نقول ان هو كويس، خلينا نتكلم في فرح نقتنع بان هو المركز بتاعه تحت الفرق. ولكن انت عندك اصابات هترجع ان شاء الله باذن الله. انا فرحت في المباراه اللي فاتت لما الاربعه رجعوا، اذا كان فتوح وعمر وشلبي وزيزو، دول اللي ظبطوا الفرقه. المربع ده اللي هو اللي بره ظبط الفرقه. فكل ما كترت الخبرات عندك واللعيبه تلات رجليها في الملعب كتير المستوى هيزيد. طب وازاي اتغلب على الاجهاد ده وضغط المباريات ده؟ ما برضه صعب علي. انت يا كابتن لما كنت مدير فني كنت بتتصرف ازاي في المواقف دي؟ ما هو انت عندك عدد كبير. وكنت بتقول ايه للعيبه؟ لا احنا بنعمل اول استشفاء كويس قوي ودي مهمه جدا، وبعدين الروتيشن ده ما كانش كتير قوي، كان يعني ما كانش كل ثلاث ايام، اقلها كان خمسه. واللعيبه اللي كانت عندك معظمها متمرس في المواعيد دي يعني في الاوقات يعني. فانت التمرين يخف، التمرينات تخف يعني، في تمرينات تبقى فرديه بس، في حاجات كتير والناس خبرات في التدريب وعارفين. ولكن انت عندك مجموعه من لعيبه الزمالك تعرف تكيف نفسها، واولهم عمر جابر اذكى لعيب انا مرنته في حياتي. فعلا؟ مش اذكى يعني مش كويس، يعني يعرف يجري امتى ويقف امتى، لو تعبان يعمل ايه. ممكن كل او معظم الناس مش حاسه بيه او مش شايفاه. لا عمر منور اليومين دول. انا يعني كنت من الناس اللي اتشرفت وضربته. سيبك من المستوى الاخلاقي ده حاجه ثانيه خالص يعني، لكن في اللعب اولا صامت بيتدرب بس بيعرف يعني، ما يديكيش فرصه ان تقولي له انت تعبان، هو من جواه عارف. فدي خبرات انت محتاجاها. عمر جابر طبعا واحد من كباتن الفريق سواء عمر طبعا الشيخ بتاعنا، بس ربنا يشفيه ويرجع بشافي شيفو. ده كان حاجه جميله يعني بصراحه. والله كان الواحد بيطمن بوجود برضه عبد الشافي بصراحه، والواحد مفتقده كمان نفسيا. لا هو يرغمك ان انت تحبيه وتحترميه ويجبرك تستمتع بكورته. طبعا يعني مهما هتقعد تحكي عن عبد الشافي انا بقعد اقول هو يعني صوت عبد الشافي عامل ازاي يعني، نفسي اسمع صوته. لا عايز اعرف صوته. هو لما كان كابتن فرقه بقول له معلومات كان شغل يقول يخلي حد تاني يقولها. خجول جدا. قول ما يحبش هو يبقى قائد او لا يعني، هو احساس لما يقول حاجه لحد يعني بيفرض عليه. فأقول دي تعليمات مثلا من الجهاز، يقول لي انا اديها لفلان يقولها. فعلا ده ربنا يشفي يا رب، ربنا يشفي يا رب ويرجعنا بسلامه هو ولونش وكل المصابين يا رب، وشيكابالا طبعا وكلهم. ايه المطلوب من مباراه بكره؟ الحذر، الفعل، تبقى فعل مش رد فعل. تبقى فعل مش رد فعل. ده حصل في الماتشات الاخيره ولا حصل في دريمز اول حاجه عكس اللي كان هنا. اللي هناك، لان هنا كان في ارتياحيه ان اعتقد لما اتفرجوا على الفرقه مثلا ضد الصفاقسي وكسبوا ان الفرقه اقل شويه فنيا. هي فنيا قليله بس هي اتعدلت معاك. فاللعيبه حاسس بالذنب فراحت هناك. دي حقيقه، هم فعلا حسوا بالذنب يا كابتن. دي حقيقه.
هم قالوا ان هم صعبوها على نفسهم. انا كان في ايدي مكسب، ليه يعني اتكبرت وما كسبتش؟ فراحوا هناك بقوا فعل جون اول وتاني وتالت، كان ممكن سيبك بقى لغه الجو والارض والحاجات دي، لا خلاص خلاص. وانا عجبني عمر جابر في المؤتمر لما قال احنا مش جايين نقول احنا هنلعب في حر او رطوبه او ملعب، لا احنا جايين نكسب. فحتى الكلام بتاع اللعيبه بيديك انت كمشجعه ان يبقى عندك ثقه ان هم هيكسبوا النهارده. على فكره كان عندي نفس الثقه في مباراه دريمز، انا كنت واثقه ان الزمالك هيكسب من كلام اللعيبه. والله انا قلت وطلعوا الفيديوهات هنكسب، وهنكسب بارتياحيه. ضروري جدا نفكر في موضوع الاريحيه دي يا كابتن. طبعا. ازاي ننفذها؟ ما هو انت لازم تكسبي. يعني لازم الجهاز يعمل ايه؟ يعد اللعيبه النفسي والفني وكل حاجه ان انت تروح هناك تكسب. عشان اذا ما كسبتش ترجع متعادل. لان هنا هيلعبوا احسن، هيضيعوا وقت اكتر، هيقعوا كتير. اهو بنقول من دلوقتي اهو اذا كانت النتيجه في صالحهم هناك. لكن لو انت النتيجه هناك ولا هيقعوا ولا بتاع، انت لما تيجي انت تقع هو يقومك. عشان هو عايز يعدل النتيجه. فاحنا عايزين نبقى من هناك مع السيناريو ده، ان انت اصلا من هناك ان انت تبقى محقق نتيجه ايجابيه من إن شاء الله. من هناك باذن الله، عشان ما تصعبهاش علينا هنا، عشان ايه نلحق نحتفل. ولا بقى تتعصب ولا تحكم ولا تقعد تقول له الساعه، لا. انت عايز تقع اوعى بقى خلاص. فهو مش هيقع لو هو خسران او النتيجه مش في صالحه، مش هيقع. ودي انت عارفه السمه بتاعت شمال افريقيا كلها كده. فضروري جدا ان انت مباراه بكره بروفا ليك. ده انت لازم بكره تكسب. الدفع المعنوي حضرتك كنت مدير فني وعارف مهم لازم. جدا انا قلت لحضرتك في الاول ان انت بتكسبي انت الدوري شغال معاكي. وبالتالي بتعملي بروفا للنهائي. فانت البروفا دي انت لازم تعمل ايه؟ فعل ولا رد فعل؟ لا لازم تبقى فعل. لازم انت تكون سابق ان انت تكسب او تجيب جون في الاول. ازاي تقفل؟ لان ربنا يا رب يسلم على اللعيبه بكره، الخط الدفاع بتاعك عندي مليان اصابات. فانت ما عندكش حتى يقعد احتياطي مثلا رفاعي بس. فدي لازم تحسسك ان انت واقف على ارض صلبه، ان ما يجيش فيه جون وتجيب جون. صح، خاصة ان سموحة بيلعب على الهجمات المرتدة وعنده حسام حسن وعنده لعيبة كويسة قوي. دي حقيقة. ايه نقطة نقاط الضعف في سموحة اللي جوميز محتاج يشتغل عليها عشان يقدر يموت المباراة؟ واتمنى ان هو يموت المباراة من اولها. يشوف المباراة الأولانية بتاعت خمسة. بتاعت الخمسة واحد؟ هتلاقي اقول بلاش ما كده احنا قلنا. وناشئين الزمالك بشوف ان هم منجم ذهب. يعني زي احمد رفاعي مثلا. زي لعيبه. لا احنا عندنا مجموعه 2003 2005 دي. 2003 2005 فيها لعيبه كويسه قوي قوي. بتتابع ماتشاتهم يا كابتن وبتقعد تتفرج تتفرج عليهم كتير. كتير. يعني كنت انا لو في ايدي يعني اطلع ثلاثه من كل فرقه، حتى لو هيتدربوا بس او ده يلعب شويه ده احتياطي او ماتشات وديه، لان دول الكنز اللي جاي. خاصة افريقيا تحتاجهم كمان افريقيا، يبقى عندهم عندك طبعا افريقيا ده بيفرق. طبعا طبعا. شوفي هو اول حاجه ان انت لما تيجي تطلعي فوق دي زودتك، بس ما تكونش بتخاف يعني. حوالي 50%. بمعنى ايه ما تكونش بتخاف؟ مو في ناس بيبقى ايه عنده رهبه يعني، او طالع العب فوق مع فلان وفلان وفلان، طب ازاي اعمل ايه ومش عارف ايه وكده. يعني لما طلعت، بس انا لو مكانه ما عادي يا كابتن يعني. ماشي. ده وريك جدا. يعني لما طلعت كنت محظوظ في حاجه. يعني كان فاروق وحسن وطه مع احترام وعلي خليل وخواجه وغانم سلطان، دول ساعدوني. انت بقى تقصد ان طالع. في بقى شق تاني على اللعيبه اللي معانا ان هم يحتووا اللعيبه اللي ده موجود دلوقتي. قولي لي كده مثلا، اسالي ناصر ولا عبد الله ولا اي حد جه من بره او طلع بقيت غريب. هيقول لك لا ولا يوم. لان المجموعه دي يعني مع بعضيها. مع بعضيهم اصحاب يعني اكيد. اصلا هم اصحاب من من البدايه. يعني طبعا. اكيد. فما خدش وقت. فبيطلع اللي عنده بقى هو ايه مطمئن ان الناس دي هتسنده. ايوه صح. عايز اروح معاك يا كابتن دلوقتي لسؤال حلقتنا النهارده على مواقع التواصل الاجتماعي ونشوف الجماهير ردوا علينا النهارده وقالوا لنا ايه، خاصه ان احنا بكره عندنا مباراه يعني صعبه جدا، ونشوف قالوا ايه على سؤالنا وطريقه لعب الزمالك امام سموحه والتشكيل الانسب. ونروح لاول اجابه معانا. احمد بن مجدي، مساء الخير عليك يا مها. طريقه اللعب من وجهه نظر 4 2 3 1 والتشكيل عواد فتوح ياسر حمد حسام عبد المجيد عمر جابر دونجا عبد الله السعيد نضاي احمد حمد زيزو الجزيري والتوفيق للنادي الملكي.
يوسف مصطفى، طريقه اللعب 4-3-2-1، عمر جابر، المسلوسي، حسام عبد المجيد، فتوح دونجا، شحاته، احمد حمدي، زيزو، نضاي، سيف الدين الجزيري، وتحياتي لكل مشجع زملكاوي. عبدو منصور، اتمنى من جوميز يلعب بطريقه 4-3-3 ويلعب راس حربه ويرجع بعض اللعيبه للتشكيل ويكون كالتالي: عواد، عمر جابر، ياسر، حمد، حسام، فتوح، شحاته، عبد الله السعيد، زياد كمال، محمد عاطف، الجزيري، ناصر ماهر، وبالتوفيق لنزيل حبيبي ان شاء الله نحقق الثلاث نقاط. محمد ابو الصادق، صباح الخير، شكرا جدا يا محمد. اتمنى يلعب بطريقه 4-3-3، عواد، فتوح، عبد المجيد، مسلوسي، عمر جابر، دونجا، شحاته، ناصر ماهر، مصطفى شلبي، الجزيري، زيزو، زملكاوي، وافتخر. محمد انور، مساء الخير عليك، انا بشكرك جدا. طريقه اللعب 4-3-3، التشكيل الامثل: عواد، الدفاع، عمر جابر، ياسر حمد، حسام، عبد المجيد، فتوح، شحاته، دونجا، عبد الله السعيد، زيزو، سامسون اكليولا، ناصر ماهر. انا اختار التشكيل. انت تختار تشكيل محمد انور، اخر تشكيل بتاع سامسون اكليولا مكان الجزيري. وهو حاطط شحاته ودونجا وعبد الله. تشكيل عبد الله يلعب على قدام ويلعب بقى لعبه الطبيعي يعني. توقعاتك ايه يا كابتن بكره؟ ان شاء الله هنكسب باذن الله. ان شاء الله. توقع لي نتيجه كده عشان اكلمك. ماشي. لا، النتيجه دي يعني ما اقدرش اقول لك كام، لكن انا ممكن تبقى 2-1، 1-0 ممكن. لكن مش هتبقى زي القاهره 5 الاول. مش هتبقى زي الدور الاول. كابتن، كنت سعيده جدا بوجودك معايا النهارده ونورتني، وكنت سعيده بما بدل ما احنا على طول مداخلات هاتفيه، اخيرا كابتن محمد صلاح معايا النهارده. والله كنت سعيده جدا بوجودك معانا النهارده في اخبارنا. شكرا. مشاهدينا، كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. قبل ما اختم الحلقه، اتمنى يا رب من سيدات طايره الزمالك النهارده ان هم يحققوا البطوله ويقدروا ان هم يكسبوا يا رب على النادي الاهلي. كل التوفيق ليهم. بشكر حضراتكم على طيب المتابعه، ان شاء الله اشوفكم يوم الاثنين الجاي في حلقه جديده من برنامج اخبارنا.